هاي الجدل كويس اطفي ولع الزق اطبع يا ابراهيم اللي بعده برافو يا فريد التوقيت كان مظبوط قوي قوي برافو يا فريد مبروك لكن الشوت مش عاجبني ليه الصوت كان وحش جدا اوكي نعيده تاني لا 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 نسجله بعدين اوكي اهلا يا ابراهيم رامي اهلا يا رامي انت جيت امتى يا رامي جيت ايه هو اللي رواح حنينة من امبارح طبعا الفرحة مش سايعاك اول سيناريو ليك بيتصور البركة بتشبيع سيادتك برضو يا بيه على اذنك لا 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 انت طبعا موهوب وافكارك جديدة استمر جاهزين يا بندق هنزلك يا رامي ربنا ينصرك يا بيه ربنا يقويك يا بيه ربنا يخليك اهلا اهلا بمؤلفنا الكبير اهلا 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 ازيك اهلا 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 يا ست سهير ايوه سهير 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 وجدي ايوه سهير وجدي اهلا بيك ازيك اهلا يا اهلا استاذ رامي نعم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه ايوه اتفضلي بقالي 10 سنين بعمل ادوار ثانويه ده انا فاكرك البطل ده انا الخدامه خدامي بس حاسه كده ان فرصتي هتيجي على ايديك يلا يا سهير ايوه بس اللي ايه انا ست عندي فلوس كتير يعني ممكن انتج لنفسي فيلم كبير وتعملني فيه البطله وتكتب لي انت السيناريو قلت ايه مستعده اديلك اللي انت عايزه اصلي الافكار بسيطه ادي الكارت بتاعي في اسمي وفي عنواني وتليفوني اتصل بيا ولا اقول لك ما تتصلش تعال على طول وانا عليا اطلع لك افكار قلت ايه سهير ربع ايوه يا استاذ سكوت جايه لك هايله يا سهير هايله ميرسي يا استاذ ميرسي ما تقوليش يا استاذ ابعدوا عني لا يجي فيا عن اذنك يا عم فوزي اوكي من فضلك اتفضل انا ساعتك بيه ده صحتك الحمد لله يا بيه طمني نعم السيناريو الجديد سميته ايه؟ ساعات الخطر ساعات الخطر ساعات حلو وجديد وتجاري هنقراه امتى كمان جمعه هو لسه يا رامي لا انا وديته النهارده عشان يتنسخ في مكتب الاله كاتبه ايوه يا بيه كلاكيت 31 واحد اول مره We'll be right back.
الأوسط من القاهرة والساعة الآن 6:00 مستمعينا الأعزاء صباح الخير وأسعد الله صباحكم في كل مكان. صباح الخير يا أبو فندم. صباح الخير يا محزنين، اتفضل شاي. خلصت جرايد؟ الهرام عنك، بس الأخبار لسه ما جرتوش سيبهولي. تشكر. اتفضل شاي. يا زوج. ربنا يكرمك. دي الأهرام؟ أيوة. طيب، إيه مفيش شمس؟ غابت يا ماحل عمري. أيوة جاي. أيوة جاي. أيوة. ألو؟ ها؟ مين؟ سؤال مين؟ وجدي مين؟ أهلا وسهلا. أيوة سؤال وجدي، طبعا فاكر. أيوة. بقى معقول اكون مكلماني امبارح الاقي الموضوع النهارده؟ ليه؟ هو سجل بيض؟ يا ست، اصل في حاله زي حالتك دي لازم ابقى ترزي. ايوه، لا لازم الاقي السيناريو اللي على مجازك عشان يا ست بس فهميني. ما اني الاول، لا حاضر، اول ما هلاقي القماش هتصل بيك. يعني الاثنين ايه العنوان معايا؟ طبعا حاضر، مع الف سلام. بس ايه؟ باي 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 باي، مع السلامه. باي 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 باي. اتفرج عليا يا مصالح، اتفرج عليا يا جزوب، اشوف الامل الذي فيه. مصر ليهم الدنيا يا اولاد والله. مين البلية هتلعب معايا؟ ها؟ يا ليل يا سخا يا اولاد. يا استاذ رايح فين؟ من فضلك، مين اللي كتب الخبر ده؟ ثانية واحدة حوادث، مين اللي كتب خبر البحر؟ الأنسة ساوسن في المكتبة. المكتبة دي فين؟ فوق تاني دور. ألف شكر. أنيسة سوسن؟ أيوة. أنا كنت جاي عشان عايز أعرف. آسف. خبر سرقة المواد المتفجرة من مخرج الغواش اللي هو ده، مش حضرتك اللي نشرتيه؟ ايوه. طب ممكن اعرف تفاصيله؟ ممكن اعرف ليه؟ رامي جاشفع. ايه؟ رامي جراله ايه؟ اللي حصل له ايه؟ دي اسم، يعني انا اسمي رامي جاشفع، مؤلف سينمائي، سيناريست. وحضرتك بقى عاوز تعمل فيلم عن الحادثة؟ لا مش بالظبط كده، تفاصيل لو سمحتي. التفاصيل
الوكيل كانت هنا. في محضر البوليس ده. ايوه يا استاذ محسن، الحفله بتاعت رود الفرج. ايوه. سنة سوخي؟ ازيك يا استاذ محسن؟ يا سنة سوخي؟ احنا مش متفقين انك تكلفني بيها؟ يا سنة سوخي؟ انت تقف بالذوق وتديني المحضر بالذوق وترجعني الجريدة كمان بالذوق. المحضر اهو بالذوق. رجعني بقى الجريدة. اسف ما اقدرش. ايه اسف ما اقدرش دي؟ ده اختطاف يا استاذ. اختطاف انت كمان. دي الاول اللي في دماغي صحيح. يا ليلى سوخة يا ولاد. اسمعي، انت تاخدي تاكسي وترجع الجريدة على طول. ايه؟ بتقول ايه؟ ايه؟ عايز اجر التاكسي. لا بقى، عايز اعرف ايه الحكاية. اصلا مقلب سيناريو بتحصل فيه مجموعة جرايم، واول جريمة فيهم هي سرقة محضر ابو رواش. طب وايه يعني؟ ما جاش صدفة. بنفس التفاصيل. تخدير الغفير. جات لكلب الحراسة بالسيم سرقة 6 كيلو تي ان تي، وانهم يسيبوا ورقة مكتوب فيها عصابة القط الاسود، وتقولوا لي صدفة؟ انت كاتب الكلام ده كله في السيناريو بتاعك؟ بالتفصيل الممل. هو فين السيناريو ده؟ في مكتب الآلة الكاتبة. ومستني ايه؟ يلا اطلع على مكتب الآلة الكاتبة يا استاذ خروع. ايه خروع دي؟ قلت لي جاشوع جاشوع. ايه خروع دي؟ جاشوع خروع. اطلع. انت مش كنت عايز ترجع للجريدة؟ رجلي على رجلك. اطلع. انت بتأمري ليه؟ ما تأمرينيش. ايه؟ السيناريو بتاعك مع سمير يا استاذ. فين سمير دي؟ مش عارف جرى له ايه؟ بقى له 4 ايام ما بيجيش. طب السيناريو، وين السيناريو؟ معاه طبعا. انا مالي دعوه، انا عايز السيناريو بتاعي دلوقتي حالا. يا استاذ رامي اطمن، مسيو يظهر يا بكره يا بعد. لا بكره ولا بعد، انا عايزه دلوقتي. طب سمير دوت اسمه ايه بالكامل؟ الرقم بتاعته ازاي؟ ساكن في انهي بتاع؟ انا ما اعرفلوش اسم غير سمير، اصله بيشتغل عندي بالقطاعي. كل اللي عندي عنوانه. ومستني ايه؟ الحقني بيه. سوري حبيبي، بنسيون كومبليت. احنا مش عايزين نسكت. احنا عايزين عنوان الاستاذ سمير. مين سمير دي؟ دي اللي بيشتغل مع منصور بتاع الاله الكاتبه. هو ساب عنوانه على هنا. سوري مدام، كل السكان اللي عندي هنا 8 نفر، مش فيهم حد اسمه سمير. بس انا سوخي. طب وبعدين؟ وش معنى يعني ساب عنوانه على هنا؟ مش اعرف حبيبي، جايز كان بيجي هنا زمان. باردون، انا عندي بيزنس. حصل لنا، كنت خايف منه. زمان سمير معايا السيناريو بنفذ اللي موجود فيه بحذافيره. قصدك تقول ان سمير هو اللي سرق المحجر وبعديه هيسرق الجمعيه؟ الجمعيه ايه؟ بحسب السيناريو اللي انا مالفه ان سرقه المحجر هو المسبب الدرامي لعمليه سرقه الجمعيه، لان شخصيه نمطيه زي مجدي. مجدي مين؟ دي البطل بتاعي. دي ما بتفهمش دي ولا ايه؟ اصل الخلفيه الاجتماعيه المنبثقه من الكونسبشن. انت بتقول انا مش فاهمه حاجه. يعني اللي فاهم. بقول لك ايه؟ نعم. فين المسودة بتاعت سمير؟ النسخة الوحيدة اللي بخط يدي دي مع سمير، وانا ما معيش نسخة تانية. يعني ما عندكش أي دليل على اللي أنت بتقوله ده؟ لا، عندي سيناريو. اللي مع سمير واللي ما حدش يعرف فيه إيه غيرك أنت؟ لا، وسمير. يعني مجرجرني وراك من مكتبي على عربيتك على الآلة الكاتبة على هنا، والآخر تقول لي ما عندكش دليل؟ بس أنا اللي أستاهل، أنا اللي أستاهل. إيه مش مصدقاني؟ أصدق إيه يا أستاذ؟ شوية تهيؤات وشوية تخاريف؟ واضح إن خيالك واسع قوي. الله يسامحك. طب اتفضلي أوصلك للجريدة. لا مش راكبة، هاخد تاكسي. هو ده بقى التخريب، ده كده مبلاش مساحة فاضية. بقولك ايه؟ لم لسانك واحترم نفسك وخليك مؤدب. الله دي هتتخانق. ده راجل انت، تعرفني؟ اعرفك؟ قريبي؟ خطيبي؟ ولا هي بس تلاقيه جدد؟ احسن اللي تعرفيني ولا اعرفك، بركة اللي جات مني. انا باجي هقف اتفرج عليك وانت بتزللي للتاكسي. هي. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ فريد عبد الحي. ممكن تلاقيه هناك يا فندم. شكرا. اهلا اهلا بمؤلفه العظيم. اهلا يا استاذ حسين. اهلا. صح، ازيك يا استاذ رامي؟ اهلا يا استاذ بيه. هاي. اهلا اهلا. كانوا قالوا لي ان ثانيه واحده يا استاذ رامي. هيا فريد، انا معاك. ايوه. اخبار السيناريو الجديد ايه؟ واللي اتسرق. ايه هو اللي اتسرق؟ ايوه. لا قصدي يعني الوقت هو اللي سرقني. هو انتوا لسه قدامكم. من فضلك هدوء لو سمحتوا. هدوء. أي بص، مش عايز اسال. لو سمحت يا استاذ رامي خلينا نشتغل. من فضلك. جاهز يا فريد؟ جاهزين يا استاذ.
الساعة 6 دلوقتي جرد وراح. استاذ فريد. اهلا استاذ رامي، ازيك؟ الله يخليك، وحشني والله. الله يخليك. انا كنت عايز اسالك بس سؤال. اجاز يا فريد، هنسجل. جاهز؟ هما لسه مش جاهزين. انا بس عايز اسالك سؤال. انا بنسجل. حمار مين اللي بيتكلم جوه؟ اسكت بقى، هتجيب لنا الكلام. انا لو منك المسدس في وشه على طول. اجهز، اتفضل، دور. داير. قول النمرة. 25 واحد صوت فقط أول مرة. ستوب. أوكي أوكي، شكرا يا فريد. فركش فركش كويس. أو 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 فركش كويس. استاذ فريد. استاذ رامي. فريد. كنت بتقول ايه على السيناريو؟ سيناريو انا ما بشوفش سيناريو. يا استاذ فريد. ايه ده؟ فريد. ايه الخلل اللي حصل؟ هو والمخرج؟ ايه ده؟ جاي جاي وهجيب لك الملوخيه، مع السلامه. استاذ فريد. يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، انا مسافر باريس دلوقتي مع المخرج نادر جلال، مش فاضي. طب قول الاول. نعم. ما جالكش واحد وقال لك انه عايز يعمل قنابل زمنيه؟ ما جاليش. ما جالكش؟ ما جاليش. طب سؤال اخير، استنى بس، كم واحد غيرك بيشتغل في الخدع السينمائيه؟ حوالي 3 4. طب اساميهم وعناوينهم لو تسمح. يا ابني في ريجيسير، في واحد اسمه علي وجدي، في واحد اسمه علي المجنون، دول ريجيسيرات. انا مسافر باريس مستعجل، سيبني. هو صحيح ريجيسير؟ دسوقي خليل، شارع السد البراني 34 بالسيدة. ايوه دسوقي خليل 34 شارع السد البراني بالسيدة. غير ابراهيم منسي. أيوة. ابراهيم منسي. ايوه ابراهيم منسي. ده في الهرم. بس فين؟ لحظة واحدة. اتفضل. يا واد يا بقرة، يا بقرة، اي عارف في حاجه؟ ابراهيم بنت بتاع الخدع، انا فاكر ساكن في الهرم. ايوه. ما تعرفش فين؟ في تنضيه قدام مصنع الادويه. متشكر. ابراهيم منسي. ابراهيم منسي يا استاذ رامي. سمعت وكتبت العنوان. الف شكر. سلام عليكم. فيلمك التاني هتصور امتى؟ بعد العيد. قفل الشر. انت مش قلتي مش عايزه تشوفي وشي؟ وبعدين انت عرفت عنواني ازاي؟ ولو ان المفروض ان الصحفي لا يفصح عن مصادره، بس عشان خاطرك هقول لك، عرفتها من مكتب الاله الكاتب نبيه. اه، وايه اللي جابك يا حضره الصحفيه نبيه؟ اللي جابني خبر يهمك جدا. الجمعيه الاستهلاكيه اتسرقت. ايه يا زنزوخي؟ حاضر، جاي حالا. يا
اتفضل. الو في ميعادك مظبوط كله تمام؟ انا جاهز طبعا. وانت؟ يبقى ميعادنا بكره. سلم وتستلم. بس اللي مش قادره افهمه هو ليه سرق الجمعيه التعاونيه؟ عشان يدفع ثمن القنابل الزمنيه. يا خبر اسود، قنابل زمنيه؟ هيبقى تحقيق صحفي مثير جدا. ايوه بس مش هتلحقي تكتبي حاجه. ليه؟ لاني هفسد له كل شيء. ازاي؟ بصي. اه. شوفي 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 الورقه دي. وريني. فيها اسامي وعناوين كل الخبراء في الخدع السينمائيه، كنت هفوت عليهم لولا العربيه وقفت مني، بس انا بقى من نجمه هعدي عليهم خبر. ده الفول جاتوه. في يا عم حسنين؟ وبعدين مش تخبط قبل ما تخش؟ الله، ده عندك ضيوف؟ دول مش ضيوف، الانسه سلسله صحفيه. صحفيه؟ ايوه. ايوه يا عم، ما انت بقيت مشهور اهو. عايز ايه جول وخلاص يا عم حسنين؟ اصل يمكن اخر. ايوه. والشراب بتاعي مغسول. البس شمشم هيريحك قوي يا عم حسنين، مع السلامة. هو الشمشم مقطوع. يا عم حسنين الله يهديك، مع السلامة. أنا عايز أعرف بس، أنت كل ما بتشوفني بتزعقني ليه؟ أنا بقول لك بعدين يا عم حسنين، مع السلامة، مع السلامة. أنت بتعملي إيه أنت كمان؟ أنا بنقل الأسامي والعناوين. بمناسبة إيه؟ بمناسبة إنك مش بس لقيت اللي يصدقك، لا، ده أنت لقيت كمان اللي هيساعدك. لا، لحد هنا متشكرين قوي، ما يلزمنيش. فيها ايه بس يا استاذ رامي لما يكون حد معاك اثناء حدوث الحادث؟ لان عايز امنع وقوع الجريمه وحضرتك عايزاها تحصل، كل اللي يهمك انك تكسبي سبب صحفي وبس. يا استاذ رامي، الصحافه دي عالم كبير، دنيا تانيه، ما ينجحش ويلمع فيها غير اللي يعرف يخلق سكته، اللي يقدر يلوي دراع الصعب ويطوعه لهدفه، وحضرتك بقى بقيت هدفي. اني؟ ايوه انت طبعا. أوه. الحادث اثناء حدوثه اكون انا كاتباه ومصوراه ونشره كمان. وعلي لا يمكن اسمح بكده ابدا. الله الله الله، احنا هنختلف تاني ولا ايه يا استاذ رامي؟ نختلف. طب ازعق كده ليه؟ ازعق زي ما انا عايز، العجب عاجبه والعجب ان شاء الله معجبه. كده؟ افهم من كده بقى انك بتطردني يا استاذ رامي؟ افهمي زي ما تفهمي يا اخي. بس يكون في علمك هتلاقيني وراك في كل خطوه تخطوها، انا صحفيه وده من حقي. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الراجل ده معاه جنابل، جنابل. سوري انا مطروده. عارفه عليها جنابل؟ يعني حاجات بتدمر، حاجات بتنفجر، حاجات بتفجع. ها؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت يمكن يكتشفني ولا حاجه. اسمع اسمع، ما طلعش هو، بينا على ابراهيم منزل. ماني كنت عنده بعد ما شاريك، وبرضه مش هو. يبقى خلاص على السوق ده. يلا اتحرك، انت واقف كده ليه؟ انا مش فاهمه ايه العربيه الانتيكه بتاعتي دي. عايزين نادي. ازوق. تعرف واحد هيتقتل؟ ايه؟ يتقتل مين ده؟ ده سوق. ده سوق ايه؟ يتقتل ليه وازاي؟ ماني قلفت في السيناريو الهباب دي. ها. ان الراجل بعد ما بيعمله متفجرات. ها. بيجي مجدي ويدخل عليه. ها وبعدين؟ Thank you.
الجريمه عشان تبان انها انتحار. وليه ده كله؟ عشان البوليس ما توصلش اللي عمل الجنابل، وبكده ما يعرفش مصدرها، ويقدر سمير ولا مجدي يكمل الاخر. ده انت مخك تخين قوي. ده انت طلعت مؤلف دموي بشكل. ايه ده؟ مفيش اسانسير؟ كويس اللي فيه سلالم. اطلعي اطلعي. صار ما فيش حد هنا. أؤكد لسيادتك إنه اتقتل؟ اتقتل؟ اللي يؤكد ده تقرير الطبيب الشرعي. خليك قاعد. عموما التقرير المبدئي مش هيتأخر كتير. قول لي بقى يا أستاذ رامي. أنت أطلب لك قهوة؟ ألف شكر. إيه اللي وداك مكان الجريمة بعد وقوع الحادث؟ وإيه اللي خلاك تعتقد إن تسوقي مات مقتول مش منتحر؟ ثم إيه حكاية البنت سوسن الصحفية دي؟ أنسة سوسن عبد السلام. أفندم. المقدم شاوي، مباحث الجنائية. أهلا. أفندم. لو سمحتي، عايزينك في المدرية. أنا؟ ليه؟ لو سمحتي، من غير شوشرة. أوي حاضر، تحت أمرك. حدوته غريبة فعلا، بس دي يا دوبك اشوفها في السينما علشان اصدقها. لكن تتحول لواقع؟ اسف،
لا العقل ولا المنطق يقبلها. يا فندم لازم تصدقني، ضروري تصدقني، ارجوك تصدقني. خليك قاعد ومن غير انفعال، انا ما بحبش العصبيه. حاضر. ما تنساش ان انا راجل شرطه ويلزمني الدليل. عندك دليل؟ كل اللي حكيته لسيادتك ده مش دليل، دي حاجه واضحه زي الشمس. ادخل. صحفيه معايا. خليها تدخل يا شوقي. يا انت كريم يا رب. الحمد لله. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله انك جيتي. احكي له بقى على اللي حصل، لانه مش مصدقني، قول. استاذ رامي. انا هنا اللي بوجه الاسئله. اسف. اتفضل سيادتك اسالها. اسال. تعرف الاستاذ ده؟ لا يا فندم. ولا عمرك شفتيه قبل كده؟ لا يا فندم، عمري ما شفته قبل كده. كنت معاه ساعة اكتشاف الحادث؟ حادثة ايه يا فندم؟ انتحار دسوقي خليل في المنيل. افتكر وحياة ابوك، ما توديناش في داهية. دسوقي، دسوقي. يا فندم، انا كنت موجودة هناك، بس كنت لوحدي بصفتي المهنية صحفية وبتغطي خبر. سوسن، انت بتقولي ايه؟ ايه سوسن دي؟ من فضلك يا استاذ تحترم نفسك. يا صنع زوخي، انت عايزه جنانيني. هو ايه يا فندم الموضوع بالظبط؟ الاستاذ رامي استشهد بيكي، فاضطرينا نطلبك. طيب ممكن انا استاذن بعد اذن حضرتك، لان ورايا شغل كتير قوي في المجال. مع السلامه. شكرا. سلام عليكم. انا لسه سوسن. يا ريت لو عرفت حاجه بخصوص الحادث تتصلي بيا. قوي قوي، تحت امرك. امشي؟ اتفضلي. سلام. واسفين لازعاج حضرتك. تمشي ازاي؟ والله العظيم ده انا كنت بعتها اتمجدك. يعني انت لسه مصر ان تسوقي اتقتل؟ ايوه. وان هو ما انتحرش؟ ايوه. وانا كنت موجود في مكان الحادث؟ ايوه. وكنت عارف ان الجريمه هتحصل من قبل ما تحصل؟ ايوه يا بيه. ايوه 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 يا أيوة. شوقي خدوا على الحجز. ليه؟ من ساعة ما جيت وانت بتبصولي ليه؟ أنا ما عملتش جريمة، أنا ما نشلتش حد، لا، أنا اللي جابوني هنا غلط. إيه والله؟ فهمت الأولى والتانية لما هتقول لي التالتة؟ اطلع بسجارة. ما بشربوش. طب ايه بالتمانية؟ ايدك تقيلة يا جدع، انت تقيلة من حقيقتي، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ هكلم مين يعني؟ تطلع مين انت حضرتك؟ أنا رامي جاشم، صاحب مسرحيات البلد، مؤلف سينمائي، سيناريست. هو انت؟ يا نهار اسود. لا بقول لكم ايه؟ انا مش عارف، اصل ثلاثة والله هحطهم ثلاثة هحبسكم كلهم. ايوه هتشكلوا مدير الأمن. استاذ رامي. اتفضل يا بيه. لا ملوش لازمة. والله العظيم ثلاثة ما قتلته. قال لي فنان يا بيه، قال لي سيناريست، وكل اللي ذكرته حقيقي، ولا ده حيد عني. بلاش خطب وحياة والدك واهلك. حاضر يا بيه، حاضر. ده تقرير مبدئي للطب الشرعي بيؤكد ان السيد المذكور دسوقي خليل مات بسفيكسيا بحنق، ولا توجد بالجثة أثر لجروح أو كدمات تدل على وقوع اعتداء عليه أو أي مقاومة من ناحيته. يعني الراجل مات منتحر. يا فندم مبدئي، قصدي سمير جه من وراه وخنق وبعدين شنق، هيجامله إزاي بس؟ لا إله إلا الله، نرجع للتخاريف دي تاني. والله العظيم ده أنت ما بخرف. عندك دليل؟ غير اللي قلته ما عنديش. يبقى اتفضل، مع السلامة. يا بيه أنا غلطان، أنا بلاوي كتير لسه هتحصل. امشي قبل ما أفقد أعصابي. الله كم مش هتسمع لي ليه بقى؟ واحدة زيادة هوجه لك تهمة إزعاج السلطات وحرميك في الحجز. لا لا حجز، لا حجز. شاوي. لا خليك يا شاوي. خلاص خلاص يا بيه، ده زوجي انتحر، ما حدش اتجاتك، كل شيء تمام. امشي بقى يا بيه. انت
تمشي وما اشوفش وشك تاني، مفهوم؟ مفهوم يا بيه، مفهوم، مفهوم ونص. سلام عليكم، سلام يا مؤاخذة يا شباب، ده مؤاخذة خليك مسرح اخويا، انا عارف الطريق. سلام عليكم يا بيه. اكيد الراجل ده مجنون، بس اصراره مش طبيعي. خلي عينك عليها شوي لحد ما يجي التقرير النهائي للطب الشرعي. مين عارف؟ كل شيء جاي. عامل ايه؟ وليه كمان تيجي لحد هنا برجليكي؟ بقول لك ايه؟ تهديد انا ما بتهددش، عنف انا اعرف ادافع عن نفسي كويس، احسن لك نسال بالعقل. عقل؟ هو عقل فيها عقل؟ الله، ايه ده يا استاذ رامي؟ ايه ده خالص؟ عيب كده يا استاذ رامي، انت راجل فنان والمفروض انك تبقى رقيق وحسيس. وانت المفروض يكون عندك ادب واخلاق، تتبالي عليا وطلعيني كداب علي؟ ما طب ندخل جوه نتفاهم. مفيش بينا اي تفاهم. وايه كده؟ انت انا مفجوج منك. اه معلش يا عم حسنين، خش انت ارتاح شويه. لا مش تعبان. معلش خش ارتاح يا اخي، خش. ما عرفوش؟ ما شفتوش؟ احترم نفسك يا استاذ، فاك ايه؟ انا مش حذرتك من متاهات البوليس، وبعدين انا كان لازم اعمل كده عشان لما واحد يتسجن التاني ينقذه. ايوه هتسجن وهتريم في الحجز طبعا، ما انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط، واكتبي يا صحاف. بس هدي خلقك، بس هدي خلقك، مش تعزمني على شيء. مش هعزمك على زين. طب اوعى ما ارد على التليفون. ما تجيش على دلوقتي. الو، نعم مين؟ ايوه انا رامي، مين اللي بيتكلم؟ تعرفني كويس، انا بطل فيلمك الاخير ساعة الخطر. مش سمير، انا مجدي زي ما انت سميتني في الفيلم. اسمع مجدي، سواء كنت سمير ولا كنت مجدي فاني بحذرك. ايوه بحذرك، انت بتلعب بالنار ونهايتك هتكون اسوأ من النهاية المكتوبة في السيناريو. ايوه ده بدل ما تشكرني على اني بنفذ لك الفيلم، بلاش العصبيه دي واسمعني كويس. انا بقى اللي بحذرك، ما تحاولش تقف في طريقي لاني ناوي استمر للاخر. وانت عارف انا معايا ايه، لو حاولت تتدخل هاديك بقنبله. تنسف دي؟ الو 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 انت سمعتي؟ سمعت. وبعدين هنعمل ايه؟ بتجمعي ليه؟ ايه هنعمل دي؟ انا امال اسيبك في الظروف دي لوحدك؟ انت عايزه ايه مني بالظبط؟ افهم بس، دلوقتي المجرم بيهددك، معنى كده انه مراقبك، يعني لازم حد يكون جنبك، حد يعمل لك خداع، تمويه، دايفرجن. إيه؟ لا أي مش هتحرك في ديني، أي هسمع كلامه، العمر مش بعزاك، دي حياة ديني بقنبيلي. ايه يعني لما يهديك بقنبيلة؟ الله، ده مش معناه انك تتراجع. ايه وراحت ايه؟ وانت خاص عليك ايه؟ انا اموت واروح في 60 دقايق وانت تكتبي وتسلط عليك الاضواء. طب بس افهم بس، تعالى نروح في حتة هادية نفكر فيها سوا. لا أنا مش هتحرك من هنا يا هو. طب اتعشيت؟ وأنا كنت اتغديت لما هتعشي؟ خلاص قوم بينا أعزمك على العشاء. مش عايز. ما تعملش فيها بتاع بقى، أنا اللي هدفع. قلت لك مش عايز، مش هتحرك من هنا. إيه؟ كل حد ما تشبع، اطلب اللي نفسك فيه، الحساب كله عليا. انت عيرين من أولها؟ خلاص مش واقف. سيدتي نفسي. بعد ما وزعت الاطباق كلها يا سيدي والهنا والشف. بعدين انت بتنشب ليه؟ قاعدين في مكان جميل ومزيكا جميله، فك كده وخليك ريلاكس، عايزين نتكلم مع بعض. ايوه عشان نتكلم في موضوع سمير برضك، مش كده؟ لا لا لا، مش هنجيب حكايه سمير دي خالص. عايزين نتكلم عني وعنك، مش آن الاوان نتعرف على بعض. اسمي رامي عبد الودود عم مجيد عم مقصود. امال فين جشوة؟ ده دي اسم الشهر. لا يا شيخ، وما لقيتش اسم اصعب من كده شويه. المهم ها، المؤهل دبلوم زراعه، الوظيفه امين مخازن الجمعيه الزراعيه بتاعت بلدنا، وحاليا سيناريست. الله، جمعيه زراعيه؟ ايه اللي جاب زراعه للتاليف؟ دي غيط عمري وانا عندي 7 سنين، بعت للصحف والمجلات والاذاعه والتلفزيون ان في حد يسال فيه ولا حد لي بنتونات. امال ازاي بقى دخلت عالم السيمة؟ احكي لك يا ستي. بعد ما امي ماتت الله يرحمها، ما بجاليش حد في البلد غير جوز امي. بعت نص جرات اللي حيلتي وهكيت على مصر. رحت واخد الروف المفروش بالتليفون الحلو دي،
وقعدت الف على المنتجين لحد ما ربنا فتحها في وشي وبعت اول سيناريو هوب ورحت مشتري العربيه بالقسط. ما انا لازم يبقى لي قيمه في الوسط. اه طبعا. لحد ما طلع لي في سمير الله يخرب بيته عشان يكفي لك في وشي مره تانية. الله مش قلنا بلاش سيره سمير دي خالص. ايوه عندك حاجه قال لي قاعدين يكفيكوا الشهر الجايين. المهم انت ايه حكايتك بقى؟ انا بقى يا سيدي لاني وحيده ابويا وامي فالناس طبعا بتقول اني لازم اكون مدلعه وعشان كده انا عايزه اثبت العكس. علموني كويس وربوني كويس لحد ما اتخرجت من كليه الاعلام قسم صحافه ولاني بحب الصحافه جدا 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 فعايزه اولا اثبت اني جديره بثقه اهلي فيا ثانيا الاقي الفرصه اللي تخليني اكون ناجحه ومشهوره. وعايزه تلاقي الفرصه في قصص ضحايا سمير مش كده؟ لا 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 خالص انا فعلا عايزه الاقي الفرصه دي بامان. ايه بتبص على ايه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه. ها وبعدين كملي. عشان كده يا سيدي بدل ما هصور الجريمه وهي بتحصل هصورك انت وانت بتمنعها. كلام رجالي؟ كلام رجالي. معلش لا مؤاخذه بقول لك ايه؟ ما يلا بينا نمشي من هنا. لسه بدري. معلش يا اخ الحساب. لسه بدري. معلش وبعدين الحساب. انا اللي هدفع الحساب. وانا اللي كلت. انا عزمان. انا مش عايز فيها جمال. هات يا عم كام دول؟ يو يا سوسن دايما كده تحرجيني وتحلفي. خدي يلا يا ساتر. بقول لك ايه؟ تعالي. في حد بيراقبني. حد ايه بيراقبنا؟ وانا في المطعم حسيت ان في حد بيبص في قفاي ولما رحنا العربيه لمحته. حد مين انت يا سمير؟ وفي حد لما يجرب مني انا هلف من وراه واكتف. وافرض ما قدرتش عليه؟ ايه؟ ده اللي بكتب كده. المهم انا اول ما اكفشه انت على اغلب تليفون على طول. اضرب البيت؟ لا عادل بيه شخصيا عادل بيه. ها انت معاك التليفون بتاعه؟ عشان ما تبقاش تقول عليا بخرف. امسكي دي وصيتك النضاره. تتجنى عشان بالله يا رب. هو اني راح؟ طيب. ربنا يستر الكوردر ما يكونش كسر. هو فين؟
جوه جوه. طب 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 عادل عادل. في الكيكو. خلي بالك من الضحية. بسرعة. رامي قبض على سمير. رامي؟ ايوه. انت مش بتقولي ما تعرفوش؟ لا ما هو اصل انا انت عارف حضرتك ان انا صحفيه ولما كنت في مكتب سيادتك شميت بانف الصحافه ان رامي دوت وراه حكايه، فما مشيت اتصلت بيه في التليفون وعرفت عشان اعرف حكايته يعني. وصدقتيها؟ حضرتك هتشوف بنفسك هتشوف بنفسك. اتفضل حضرتك اتفضل اتفضل شوقي بيه. اهلا بالمديريه كلها. اتفضل يا فندم من هنا. عادل بيه سمير جوه. رامي ده يا فندم بطل، تغلب على المجرم لوحده بمفرده. يا سلام. اه والله. دلوقتي نشوف. شوقي يا فندم افتح الباب. اتفضل يا شوقي بيه. افتح يا شوقي. حاضر. المجرم هو بيه. اقبضوا عليه. اقبضوا عليه يا شوقي. اقبض يا شوقي. يا فندم. بقى هو ده المجرم؟ أنا ماليش دعوة. وحصل إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ ده مش بس إزعاج سلطات، ده كمان اعتداء على رجل شرطة أثناء تأدية وظيفته. أنا ماليش دعوة. أو ال هو سعادة البيه؟ مباحث وماشي وراك بتكليف مني أنا. أنا ماليش دعوة. أنا شوقي يا أولاد. شوقي، هات لنا الأستاذ ده على الحكس. وأنا ماليش دعوة. لا، بلاش شوقي. قلت لهم على كل حاجة، مدير البنك، عربيته اللي هتتكسر، التهديد اللي هيجي له، المليون جنيه. أنت بتقول إيه؟ وفكرك صدقوني أبدا، تاكس. انا مصدقك بس احكي لي ايه مش مهم صدقيني انت المهم هم تاكس. استنى بس مدير ايه وعربيه ايه دي اللي هتتنسف؟ انا احسن حاجه اعملها اهيج وساب. استنى بس فهمني هنا مين مدير البنك ده اللي عربيته هتتنسف؟ انت مش عايزه تفهميني ليه؟ انا لما بقلك ما بحددش شخص معين او مكان محدد، كله من خيالي. قصدك تقول ان سمير هيختار مدير بنك حقيقي وينسف عربيته بحاله حقيقي؟ ايه ده غير المليون جنيه اللي هطلبهم منه؟ لا ده الحكايه قلبت بجد. تاكس يا ناس فين تقولي تاكسي وجاب لك تلاته؟ شكرين ولا حد سال فيه؟ شكرين شكرا. تقولي مش مستحيل لهم؟ اركب. حاضر اركب اهو. ايه؟ انا هوصلك دلوقتي على البيت تنام وترتاح وما تشيلش هم خالص. هو انا هيجي لي نوم؟ واحد عايز ينسفني وتاني عايز يسجنني. انا احسن حاجه هيك وساب. ولا تسافر ولا حاجه، ما تشيلش هم حكايه مدير البنك دي خالص، خليها عليا انا هتصرف. اطلع يا
مشهد 69 نهار خارجي البنك منظر عام للبنك من الخارج اقتراب من لافتة البنك قطع رد على التليفون يا استاذ حاضر لو حد عايزني اقول له استنى شويه ماشي حاضر الو الو لحظه من فضلك اسمعني كويس قدامك 24 ساعه من دلوقتي تجهز فيهم مليون جنيه بكره الساعه 11 الصبح تقابلني في جنينه الاورمان ومعاك المبلغ لو بلغت البوليس او ما جيتش 11 ونص بالظبط انا حنسي في البنك ستاني لا يا جد مش هزار طيب شوف 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 حسبتك انها جد بالنسبه لي الو الو مين يا عبد الغني قفل السكه يا فندم ممكن التليفون؟ اتفضل. الو؟ ايوه ايوه انا شوكت بيه انا بحذرك وقف العربية وانزل منها بسرعة وما تقربش منها العربية هتنفجر بعد دقيقة ونص بالظبط. ايه؟ وقف يا عبده، وقف. وقف. يلا يا عبده، اجري، في ايه يا تجري؟ في ايه؟ دي العربية، هتفرح. دلوقتي. فرقعتش ايه الهزار السخيف ده؟ واحد بيهزر معايا هزار سخيف استنى يا شوكت بيه يا شوكت بيه استنى يا شوكت بيه شوكت بيه شوكت بيه العربية العربية يا عبدو خلت الشر وراحت الخبر اللي انت مستنيه وصل عربيه انفجرت في الطريق وصاحبها مدير بنك ناس فت مين صاحبها مدير بنك اسمه عنوانه خد هدومه ومشي يعني سافر يعني ماشي يعني ما تعرفش راح فين وما قالش حاجه من اصله هو ايه الحكايه الحكايه انه انت مالك انت مش فاهمة ايه الناس اللي بتحشر نفسها دي؟ هلا؟ هي مالها متصربعة كده ليه؟ بس أنا كنت عايزة أقابل شوكت بيه ضروري جدا خالص أنا آسفة يا بنتي شوكت بيه مش موجود دلوقتي بس لو عايزاه ضروري هو موجود دلوقتي في القسم اتصل بيا من شوية بالتليفون وقال إنه عمل حادثة بسيطة كده بالعربية بسيطة؟ آه بسيطة بسيطة جدا مدام أرجوكي بلغي شوكت بيه إن الحكاية جد مش هزار ولو ما دفعش مليون جنيه هتحصل بلاوي وكوارث تعالي بس هنا فهميني بلاوي إيه وكوارث إيه؟ معرفش انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا طب تعالي بس قولي لي طب دقيقه واحده بس اقول له مين طب مين اللي عايزه طب يا ده ايه البت المروشه دي استاذ رامي قلت لك 100 مره المنتج مش موجود في اسوان في اسوان بيصوروا هناك مسافر طب ماني كمان عايز اسافر ومحتاج الفلوس ضروري متاسف متاسف يا استاذ العقد بتاعك قدامي اهو ميعاد الدفعه بتاعك لسه ما جاش صرفه طب
100 جنيه. متاسف ارجوك تفضل ما تعطلنيش. بصفه وديها 50 جنيه. متاسف 20 جنيه. ورايا شغل اتفضل. عندي عربية بولس 52 تاخدها غلط وتديني 10 جنيه. اتفضل يا جنيه. 3 جنيه. اتفضل. ربع جنيه. كل الأسئلة اللي حضرتك بتسألها لي دلوقتي أنا سبق وجاوبت عليها في محضر البوليس. يا شوكة بيه أنا مش جاي لك بصفة رسمية. في شوية حاجات عاوز أتأكد منها. اتفضل. في حد اتصل بيك وهددك قبل الحادث؟ لا. شكرا يا هاني. من فضلك افتكر كويس. لا. حدش طلب منك مليون جنيه أو مليون دولار؟ لا. مليون جنيه؟ سيادتك تعرفي حاجة عن الموضوع ده؟ أيوه، من ساعتين كده جت بنت مروشة كده. بنت ولا راجل؟ لا بنت، وقالت إن هيحصل بلاوي كوارث، مصيبة لو شوكة ما دفعش مليون جنيه. مصيبة؟ مصيبة إيه؟ ما قالتش. أوصفها يا هاني، تقدري تديني أوصفها؟ أوي أوي. أيوه أستاذ رامي، مش معقول. اتفضل اتفضل يا دي الحنة اللي أنا فيه. اتفضل، مش معقول إن حضرتك تشرفني. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضل اتفضل اتفضل، ده بيتك ومطرحك. يا خبر أبيض، يا نهار أبيض، مش عارفة أعمل إيه ولا إيه. أنا أهلا وسهلا، خدي جنبك كده شوية. أهلا وسهلا. أنستني. أنا جاهز. إيه بتقول إيه؟ لا أنا جاهز جاهز. طب مش الأول نعمل معاك واجب؟ العقد والعربون. ونعمل معاك الواجب الأول. العقد والعربون لو سمحتي. وبعدين كل اللي طلباتك هتشوفها. أنا كده كويس، العقد والعربون. طيب ثلاث دقايق، ثلاث دقايق بس. البر أهو أهو أهو، خد اللي أنت عايزه. أيوه أيوه. واستناني، أنا جاية لك على طول. مش قادرة. استناني. العقد والعربون. جاية لك يا رامي. يعني عمري قلت لسعادتك انها مش موجوده. ده مكتبها؟ ايوه يا فندم. خرجت امتى؟ اول ما سمعت خبر الناس في عربيه مدير البنك نزلت جري، ومن ساعتها ما رجعتش. عنوانها معاك؟ ايوه يا فندم. شاوي، تاخد العنوان وتجيب لي سوسن واللي اسمه رامو ده من تحت تقطيع الارض وجيني على المكتب حالا. تعالي معايا المديرين. تيجي معاكوا فين؟ هي سايبة؟ أنا بنت صحفية قد الدنيا. ماما إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا مؤاخذة يا فندم، لا مؤاخذة. ماما أصل أنا كنت عملت تحقيق مهم عن حادثة كده، والظاهر مش عارفين يعملوا حاجة من غيري، وعايزين معلومات مهمة مني. خش أنتِ أحسن، بابا يصحى وأنا هتصرف معاهم. إيه بقى؟ إيه بقى الحكاية يا مؤاخذة يا فندم؟ أنيس سوسن، مطلوب القبض عليكي. ها؟ يا سنة سوخي؟ رامي رامي. ايوه 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 انا انت هنا؟ انت لا هنا ولا هناك، لا قطعنا عرق ولا سيحنا دم. انت جاي يا اخويا عشان تنام؟ نوم العوافي. قربنا على الفجر واللي بنعيد نزيله. انت ليه ما تقوليش الحقيقه وتريحي نفسك وتريحينا؟ يا فندم انا قلت لك على كل اللي اعرفه. طب لو المليون جنيه ما اندفعوش هيحصل ايه؟ هيحصل بلاوي وكوارث. ايه هي بقى البلاوي والكوارث دي؟ معرفش، رامي قال لي هيحصل بلاوي وكوارث وبس. ده اللي قلتيه لزوجة مدير البنك، ما تحاوليش تنكري. الست اتعرفت عليكي وواجهتك. انا ما بنكرش، انا رحت لها عشان احذرها من البلاوي والكوارث اللي قال عليها رامي. بالظبط كده يا فندم. ممكن اروح انام بقى؟ فين رامي دلوقتي؟ معرفش. طب هربان فين؟ برضه معرفش. 10 ساعات اللي عليك معرفش معرفش. ما تعترفي وتخلصينا بقى. اعترف بقيت بس. انك انت ورامي اللي خططتوا لكل ده. هو يرتكب الجريمه وانت تساعديه، وفي نفس الوقت توهمونا ان في شخص ثالث مرتكب الحوادث دي عشان ننشغل عنكم تلهفوا انتوا المليون جنيه. خطه ذكيه ما يرسمهاش الا ناس في منتهى الذكاء، مؤلف سينمائي خيال واسع، وصحفيه كل تخصصها في اخبار الجريمه، صح؟ لا غلط. اعترفي وخلصينا بقى. اعترف بايه بس؟ اعترف بحاجه ما عملتهاش. طب قول لنا رامي فين؟ يا استاذ
أسوان. مع سنين أم حسنين صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. الشراب. طب شوية كده. ريح فين؟ تعال احنا لسه ما كملناش الكلام. بكرة. بكرة؟ اللي ما كملناه امبارح هنكمله بكره. قلب تعسيمة قال ده باين انه خايف من الرقابه. الو. ايوه انا شوكت عبد الرحمن. صباح الخير يا شوكت بيه. قدامك ربع ساعه علشان تقابلني في المكان اللي قلت لك عليه ومعاك المليون جنيه. لو ما جيتش هنفذ تهديدي. هنسف البنك زي ما نسفت عربيتك. مين اللي بيتكلم؟ الو الو يا لهوي انسي في البنك يا منى اديني مديرية الامن. الو ايوه شوكة دي ايه بتقول ايه؟ فين المكان اللي هيقابلك فيه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ طب انا جايلك حل. في اقل من لمح البصر تجهزوا له قوه تطلعوا بيه على البنك وانت شوقي خبر المفرقعات وتحصلنا على هناك. حاضر. البنت دي ترموها في الحجز لغايه لما نقبض على شريكها. حجز؟ شريكها مين بس يا فندم؟ انت لسه هتستعبطي؟ هينسي في البنك بعد تلت ساعه. ينسي في البنك؟ فين؟ بندم الكريم التواليت فين؟ من هنا. شكرا يا ليل ادب. لا 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 مؤاخذة ونبي ما انت جايب. خليك مستريح. خليك ده صور.
الحكومة. شوقي شوقي كنا على حجز يا شوقي. ألو هو أنت؟ مين؟ مين؟ هو ليه يا شوقة عملت كده؟ أنا مش قلت لك ما تبلغش البوليس يا حبيبي؟ زعلتني يا شيخ. أنت تسكت خالص وتسمعني كويس. ليه طلبات جديدة. فتح مخك ودانك واسمعني كويس. استاذ رامي اعتقد بعد كل اللي حصل ده وبعد ما قبضنا عليك وانت متلبس بالشروع في ارتكاب جريمه من مصلحتك تعترف. اعترف بايه؟ والله العظيم ثلاثه ما عملت حاجه. شوف يا رامي خليك قاعد. لا مؤاخذه يا بيه. خليك قاعد. لا مؤاخذه. شايف الناس اللي قاعدين هناك دول؟ استني واحدة يا بيه. ايوه على مهلك. شوفهم براحتك. شفتهم؟ ايوه يا بيه. الاولاني ده مدير الامن العام اللي جنبيه مساعد وزير الداخلية. اللي الناحية دي بقى مدير المباحث الجنائية اللي جنبه مدير مباحث امن الدولة. يعني موضوعك كبر قوي وما بقاش جناية عادية. قلت ايه يا مؤمن؟ الله يرحمك يا ابو. لا اهدى مره اهدى واسمعني. عارف دول لو استلموك مش هيرحموك. خليك معايا احسن لك. اللي يشوفوا يا بيه. قال لي اشوفه. اهو ده الكلام العاقل. قول لي بقى معاك قنابل قد ايه وشايلهم فين؟ ماني قلت لك يا بيه سمير هو اللي معاه القنابل. لو مش مصدقني اسال جوز امي. عادل بيه الاستاذ شوكت مدير البنك استني بره. عايز ايه ده دلوقتي؟ بيقول الموضوع مهم جدا. شوف يا رامي يا ابني مش عيب الواحد يغلط لكن العيب اننا نتمادى في الغلط وكل شيء ممكن علاجه بس المهم صارحني بكل حاجه. مظبوط؟ مظبوط يا بيه مظبوط. قول لي بقى ايوه مين الدولة الأجنبية اللي جددتك وزودتك بالمتفجرات؟ ها؟ يا سنة صغيرة يا أولاد. هات المتهمة الثانية. حاضر يا فندم. أنت متأكد إنه نفس الصوت؟ هو ده مكلمني من ربع ساعة. وطلباته ايه المرة دي؟ مليون منكم ده غير المليون اللي طلبه مني انا. ايه منكم دي؟ من الحكومة يعني هو اللي قال لي كده. مليون جنيه؟ مليون جنيه واتصل بيا وقال لي ان هو هيحدد ميعاد التسليم امتى وفين. واذا ما دفعناش ما قالكش هينسف ايه المرة دي؟ أمن دولة ولازم تفهموا إن دي آخر فرصة قدامكم والاعتراف ممكن يخفف عليكم الحكم. خلاص بقى يا رام اعترف وخلصنا. ما تبقاش راسك ناشفة واعترف. حاضر أنا باجي له وبعترف. بعترف إني حمار عشان حاولت أتدخل وأنقذ أرواح ناس أبرية. أنا حمار يا بيه عمر وابن حمار كمان. يعني برضه مصمم على الانكار. سياده اللواء اسمع 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 ما قدمناش في داهيه كفايه اللي احنا فيه. انسه سوسن استاذ رامي احنا اسفين جدا جدا على اللي حصل. علمش ناجي. لا تقدروا تروحوا. براي اي يعني هنام. لا ننام ايه يلا بينا احسن يرجعوا كلامه. يحيى العبد يحيى العبد يحيى العبد. اطلب لي مكتب سياده الوزير.
المجرم مازال طليق ومحدش يعرف عدد القنابل اللي معاه قد ايه بالظبط. ومن مراجعة كمية المتفجرات اللي اتسرقت من المحاجر يتبين لنا انها كمية مش بسيطة، وده طبعا بيشكل خطورة على امن البلد وامن المواطنين. وعشان كده يا فندم انا من رأيي ان مديرية الامن تتولى القضية دي بكامل اجهزتها. انا عندي رأي تاني. اتفضل. القضية دي سلاحها الاساسي قنابل، يعني متفجرات، اذا هي قضية امن دولة من الدرجة الاولى. ايوه، بس مش لازم ننسى ان المجرم اللي عندنا ده مجرم عادي مش عميل لدولة اجنبية، وجهاز المباحث العامة هو اللي عنده الاستعداد الكامل للتعامل مع مثل هؤلاء المجرمين. جايز المجرم عادي، لكن السلاح اللي معاه غير عادي، وده من اختصاصنا. بس مديرية الامن مسؤولة عن امن المواطنين، واحنا مسؤولين عن امن الدولة. بس دي قضية من اختصاص المباحث، مديرية الامن لازم هي اللي تتولاها. انا اؤيد ذلك. يا جماعة من فضلكم، القضية دي تهمنا كلنا، ولازم جميع اجهزة الامن اللي في الدولة تتعاون من اجل هدف واحد، القبض على المتهم وتحريز المتفجرات اللي معاه. عميد عادل. ايوه يا فندم. خيوط القضية معاك من الاول، وعشان كده سيادة وزير الداخلية قرر ان انت تتولاها شخصيا بنفسك. وزارة الخزانة قررت تديك 1,000,000 جنيه عهدة شخصية عليك، يبقى مهمتك القبض على المجرم وارجاع 1,000,000 جنيه. انا عارف طبعا انها مهمة قاسية، لكن ربنا معاك. يا عصوصين. انا شو نفوخ يا سوس. يا اخويا قول الحمد لله. ادينا خلصنا من موضوع سمير ده. همي ونزحنا على كتافي. اهو البوليس يصطفل وياه ويريحني. ادي السباسد وخلعته. الحمد لله. خبطتك. لا لا لا، عايز ايه يا معزنيه؟ اصلي اغسل وشي. ضلني اعمل لك ايه؟ عايز صابونه بريحه. لازم مريحة. إلهي ربنا يريحك يا عم حسنين. ها؟ يعني يريح قلبك. خد يا عم حسنين بورقيتها والله وبريح. تسكر. ربنا يخليك. يا زو. ربنا يكرمك أنا بحبك. يا زو. اشرب شاي. يا أبو الزو. ما تشرب شاي بقى. يا زو. ما تشرب شاي. ده اللي قال اختار الدار اختار الجار قبل الدار. عارفة يا سوسن؟ مش هيريحني من عم حسنين غير حاجة واحدة. حاجة ايه؟ اني اتجوز واتكن كده في شقة حلوة. تتجوز؟ ومين دي اللي ترضى بواحد زيك؟ فنان وزو شخصية مجنونة. واحدة مجنونة زي؟ الله الله الله، بقول لك ايه؟ احترم نفسك ولم لسانك وخليك مؤدب. الله الله، انت حتى ترجعي تلبخي لي تاني، ما انت كنتي كويسة. دي مالها دي؟ بلاش. قال قولي لي يا ساوسة. انت مخطوبة؟ يا ابني انا مش فاضية للكلام الفارغ ولعب العيال ده. فالخطوبة والجواز لعب عيال؟ انت عايز ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش. لا والنبي يكون قصدك. يعني انت موافقة؟ موافقة على ايه؟ ده انا عريس لوكت لا اب ولا ام، مقطوع من شجر، حتى جوز امي دلكته. انت كل حاجة تاخدها ببساطة كده. واحنا عجدها ليه بس؟ قولي موافقة، قول ما ودي وندو كانت هتوافق. الو مين؟ الله يخرب بيتك، انت عايز مني ايه؟ نعم؟ عايز مني ايه؟ زي ما بوظتي لي النهايه، تألف لي نهايه تانيه، بس تكون نهايه سعيده، لا فيها ابليس ولا دم ولا رصاص، ولا انت ما بتحبش مجدي، قدامك 6 ساعات وهتصل بيك وتكون جاهز، لك شرفي، هخلي مجدي يتصرف. البوليس اتصرف وياه. افرض اذاك. هيعمل ايه يعني؟ هينزف العربيه ينزف على اجل يريحني منه. افرض نسفها وانت جواها. صحيح ده مجنون وممكن يعملها. الهباس اللي كان خلاني الف الروايه الهباب دي. انت لازم تختفي من قدامه حالا. صح. انا هسافر البلد، اروح اكن عند جوز امي. جوز امك ايه بس؟ ما هو زي ما عرف
عنوانك هنا هيعرف عنوان امك وجوز امك. صح. امال اروح بايه؟ اسمع انا جات لي فكره، احنا عندنا شقه في اسكندريه ما بتروحهاش غير من الصيف للصيف، هروح جاري اجيب المفتاح قبل ما تلم هدومك، فاهم؟ صح. مش هتاخر. سوسه انا مستنيك، اوعى تعوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه يا عم حسنين؟ عايز السبرتايه وشويه سكر وشويه بن عشان خرمان. بص يا عم حسنين، اطلع معايا اطلع معايا اطلع. لا 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 يا عم حسنين. طيب بلاش السكر، لو ما سبتنيش هشربها ساد. يعني هقتلك يا زوج. هقتلك يا عم حسنين، هقتلك. هقتلك يا عم حسنين. يا جدع عادل بيه، تسمع؟ اتفضل يا عادل بيه، اتفضل اتفضل. استاذ رامي هنا بيه. عاش. حاضر يا بيه. ده مش وقت الادب. زي ما بوظت النهاية كان لي في نهاية تانية. قدامك ست ساعات وهتصل بيك. انا بشرفي هخلي مجدي يتصرف. استنى بس، الو. عشان تعرف بس انك مش لوحدك واننا عارفين كل حاجة، خليك معايا خليك معايا. ايوه يا بيه، تأكد اننا بنعمل لحمايتك. انا ما اشتكيتش يا بيه، أنا تحت أمر الحكومة. هل تحيا الحكومة؟ لو سمحت قوم. أيوة أخويا قوم. تعالى معايا تعالى. لا 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 سيبك منه وركز معايا، ركز معايا. أيوة بيه، أنا طالب منك خدمة. أيوة بيه، عايزك تنفذ كل اللي طلبه سمير منك. أيوة نعم يا بيه. تكتب له النهاية اللي هو عايزها وفي نفس الوقت تمكننا من القبض عليه. أيوة بيه، بس بس إيه؟ دي مهنتك؟ أنت مؤلف وخيالك واسع. الواحد ينزل وادي القلم وادي الورق. يلا يلا فنان اسمع الكلام. اقعد. اكتب. ألف. اهو هتكتب دول كلهم. يا رامي ابعد ده يا زوق. دي حسنين جاري. انا ما عملتش حاجه، هتوديني فين يا زوق؟ هروح مشوار. مشوار ايه بس؟ انا ساكن هنا. هرجعك تاني بس بعدين. سوسن يستحسن تسيب المكان ده فورا. ايوه بس استاذ رامي، دي اجراءات امن. ايوه بس انا انت ايه تاني يا انسه؟ انا خطبته. ايوه الانسه سوسن خطيبتي. بصرف النظر الانسه صحفيه والاجراءات اللي احنا واخدينها دي في منتهى السريه، وده لحمايتك يا استاذ. ايوه معنى رامي عادل بيه طبعا عنده حق، بس اوعدك يا فندم بشرف المهنه اني لو قعدت مش هنشر حاجه. خالص خالص يا فندم. وما اسمعش صوتك. خالص يا فندم. ورا الباب وقعدي. حاضر يا فندم. ولا كلمه. اقفل الباب. اتفضلي وقعدي وراه. حاضر. في الركن ده.
فضل يا استاذ الف. طب ممكن تيجي تقعد جنبي عشان الوحي. عشان الوحي بس. حاضر. اتفضلي يا ملهمة. عادي يلا. اتفضلي. هيا سوسة خطيبتي. اقعدي. انا مش عارف اخد راحتي معاك. ما كانش عم حسنين يبقى رجال الامن. استاذ رامي. ايوه بيه. الف يا حبيبي. حضرتك بيه. وكان مجدي. حاول تعرف مصدرها يا جازي حسن. حاول تطول معاه على قد ما تقدر. ما ترفعش السماعه لما اقول لك. جاهز؟ جاهزين؟ ارفع. الو. ايه واني؟ مين اللي بيتكلم؟ لسه مش عارف صوتي؟ هو انت؟ الفت النهايه؟ ايوه طبعا. تعال عشان تاخدها. طب مش تحكيها لي الاول؟ جاهز ما تعجبنيش اخليك تالف غيرها؟ كده اهو. حاضر. شوف يا سيدي، المشهد الاول نهار خارجي ميدان التحرير. اختصر. طب مش احكي لك بالتفصيل؟ هات من الاخر واختصر. حاضر. يحطوا لك المليون جنيه في شنطه. الاتنين مليون. خليهم ثلاثه، احنا خسرانين حاجه؟ شوكت بيه مدير البنك يجي لك بالشنطه في كافيتيريا في ميدان التحرير. تاخد الشنطه بالفلوس وتطلع على المطار، تسافر على بره عيدك، وتنزل كلمه النهايه على الطياره وهي طالعه بيك بتعمل بو. ماشي؟ لسه ضمان. مفيش ضمان؟ لا طبعا، الضمان موجود. الجنابل، انت معاك متفجرات، تنزل جبل المجطة. اي لعبه كده ولا كده هدد بناس في الطياره على طول. انا موافق على النهايه دي. بس مع تغيير بسيط. تحت امرك يا سمير بيه. امر انت اللي هتجيب لي شنطه الفلوس. ها؟ هتحط في جيبك منديل احمر كبير، واللي اصحابك اللي حواليك لو حاولوا انا هنزف الدنيا بحالها. استنى بس. ده جافة. وصلتوا الحاجة؟ ده عنوان مصدر المكالمة يا فندم. كويس. شوقي شوقي سامعني؟ ألو عمليات. اتحرك بالقوة على العنوان ده. مين اللي كان بيكلم في التليفون؟ ده الأستاذ سمير يا بيه. اطلع وريني قط. حاضر. اطلع تاني. ايه دي الأوضة بتاعته يا سعادة الباشا؟ ايه؟ استاذ رامي احنا متاسفين. سمير قدر يهرب وانت اللي هتقابله بشنطه الفلوس. اني مش ممكن. اني مش هروح له حتى لو شاركتوني. يستحيل. Thank you.
شوبيه شوبيه. قالوا العمليات؟ القوات كلها انتشرت تماما. جرس على العميل. عن اذن سعادتك تفضل. الو ايوه شوقي بلغ. رامي وصل، لسه الهدف ما وصلش. استمر في المراقبه وخليك انت معاه. اديني المطار. الو المطار، الو المطار. استاذ رامي قشوة، استاذ رامي قشوة. ايه ايه والي عادي. ايوه الو ما جيتش ليه؟ اتأخرت ليه؟ فين القلعة؟ فين في القلعة؟ فهم دواخر زي ما انت بدواخر جيدي. ايه طيب حاضر 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 حاضر. ايه؟ عايزي في البرج. البرج؟ خلي 29 ورا رامي، وانت خد بقية القوة واطلع على البرج خلوه، وانا هبعت لك قوة تعزيز من المديرية. نفذ بسرعة. ايه اللي بيحصل يا ست هانم؟ خد دي تحت الحساب واسكت. طب والمخان؟ هدفع حالك هدفع حالك. اجهز اجهز. ايوه يا فندم. لسه ما انتش عارف رايح على فين؟ لسه يا فندم. خليك وراه. اديني البرج. ايوه يا فندم. تم اخلاء البرج وجاري مسحه تفتيشه بالكامل يا فندم. سامعني؟ ايه الحكايه؟ سمير بيه. لا مؤاخذة يا بيه، أنا عبد الدواد، أخوك ساب لك الدواب ده معايا وأقول لك ما تتأخرش عليه. في حاجة تاني؟ الإكرامية، يعني البكسيش بالعربي. أيوه. اتفضل. خمس قروش. بلاش شات. سلام عليك. يا
يتحط قالوا اتمطر يطلع خمس قروش. اجهز. كازينو النهر؟ ايه كازينو النهر ده راخر؟ هينسي في ايه؟ البرج بينادي. خليك وراه. ايوه شاوي البرج نضيف. خد القوه اللي معاك واطلع بيها على كوبري امبابا. هدد بناس في كوبري امبابا. الجزمه دي انا مش عايز حد يفتح لي الجزمه. سيب جزمه بيتي. الجزمه وسخه بيه. انا عجباني كده انت مال اهلك. مباحث امن الدوله. مش تقول كده. امسح يا بيه. امسح يا باشا. امسح يا كبير. البرج فاضي ويحتمل القنابل اللي تكون معاه. حكايه الكوبري دي خدعه برضه. ساعتها فيه ابن المجنون. امسح كويس. انت انا مش عايز حاجه دلوقتي. انت شغله. الله يسامحك شايفني برقص. الا في منديل احمر تبقى يا شغله يا خلوه. قشوع رامي قشوع. انا عارف قشوع مشوع. في تليفون علشانك. فين؟ الناحية دي. كنت على رحمة رايح فين؟ باكل عيش او زهق. لا عيش ولا جاتوه. خد او الناس حق. خدش انا سيلك وامشي. ما تزعلش قوي كده. ما هو البوليس مش هيسيبنا بسهولة. اكيد مراقبينك. تيجي دلوقتي على محطة مصر. شباك 6. حجز اسكندريه قدامك اقل من 7 دقايق. ها بسرعه ارجوك. ها لو تسمح. رامي نزل من الكازينو بسرعه ومعاه الشنطه واتجه لعربيته هيركبها. رامي ركب العربيه لوحده وبرده محدش معاه. اطلع بسرعة ورايا يا اسطى. Thank you.
يا عم انت في الصف يا عم ايه ده في طبيعي لا مؤاخذه معلش يا استاذ ما تقف في الصف على الباقيين معلش اصلي لا مؤاخذه ما عنديش وقت طب عايز ايه مش عارف مش عارف يعني تعطلني وتعطل الناس وتقول مش عارف هو دي برضو شباك ستي ايوه شباك ستي عايز ايه مش عارف يا استاذ يا استاذ لو سمحت اصل المنديل الاحمر راح من بالي خالص التذكره دي سابها لك اخوك ابني عشان تلحق القطر بسرعه قطر قطر ايه قطر اسكندريه الحق بسرعه حاضر إيه؟ لا لا مؤاخذه مصلحة يا هاني فين التذكرة؟ معلش أصل الجوز مسافر ونسي يسيب لي فلوس طب بسرعة يلا شايلين قوي بتقول ايه؟ ركبوا قطر اسكندريه يا فندم واكيد الهدف معاه بلغوا القوات بالاستعداد حاضر يا فندم اطلب للوزاره بسرعه الو الو يا وزاره سيادتي اللي هو مضروب على سيادتك يا فندم ايوه يا فندم المجرم قدر يهرب في قطر اسكندريه اطلب للرئيس سيد سكه الحديد الو ايه سكه الحديد من غير ما حد من الركاب يشعر بحاجه من غير حد من الركاب يشعر بحاجه تحت امرك اديني برج التحويلات الو الو يا برج حول سير قطار بحري 360 الى المنطقه دي الو يا برج حول سير قطار بحري 360 الى المنطقه دي نفذ بسرعه اديني كشك التحويله 42 الو كشك 42 كشك 42 حول على جميع القوات تحرك الى المنطقه دي على جميع القوات تحرك الى المنطقه دي على جميع السيارات سرعه التوجه الى المنطقه دي على جميع السيارات سرعه التوجه الى المنطقه دي حول حول Thank you.
بلاش تبحلق فيا كده، بلاش. يبدو انه سمير، انه طويل القامه، يرتدي قبعه، يحمل شنطه صفراء في يده. خيرت النهايه اللي انا كتبتها لك ليه؟ تلميذك يا استاذ العظيم، قلت اجرب التاليف بنفسي، وكمان عشان اصحابك ما يعرفولكش الطريق. جبت الامانه؟ ايوه بيه، 2 مليون زي ما انت طلبتهم يا عم. اتفضل يا بيه. حلو، حلو قوي. قوم بينا بقى. على فين؟ مشوار صغير كده. لا انا مستريح هنا. اتفضل. قوم. نزل ايدك. قوم. ايه ده؟ قام. اتجهوا لاخر العرب. واخد رامي ورايح على فين؟ انا مش فاهمه. فلوس ايه؟ فين بقى الجرجنة؟ القنابل هنا في القطر. ها؟ طب ليه كيف؟ وفي نجدي، لكن سمير اللي هو انا ونزل في بنها ومعاه الاثنين مليون جنيه. طب والناس اللي في القطر ذنبهم ايه؟ انا هرحم الناس ليه؟ اذا كانت هي ما رحمتنيش وخلتني الكوره في رجليهم يلعبوا بيها شمال ويمين، دلوقتي بقى الكوره في رجلي انا هشوفها زي ما انا عايز. وفي الجول. افتح الباب. ايوه بس افتح الباب. افتح. شاطر، نط بقى. أنط والقطر بيجري؟ ده يا مو، أنت عايز أموت يا سمير؟ أيوه، ولا أنت عندك اختراع بموتة تانية؟ قول، قول بقى، أنا ديمقراطي. نط. إشجاد. نط. إشجاد. الله. طب أروح الحمام. نط. اوعي يا مجرم، رامي رامي رامي، شوف كان عايز نموت يا ساوس، سمير كان عايز نموت، كان عايز نموت. انت الصحفية يا ساوس، مش كده؟ كويس، كويس انك جيتي برجليكي. دلوقتي بقى نقدر نوصل للنهاية المظبوطة. انت تمسك ايدها وهي تبص في عينيك وتنط سوا من الأرض. حاضر. تو رامي، أنا مش عايز أموت دلوقتي يا رامي. يعني أنا اللي عايز أموت، لكن معلش الموت في الفطرة سترة. نطوا يلا. نط انت. نط يا بنت باك. نط انت الاول. يا بنت بطل النوم. نط. بتهيألي قطر بيحد. ايوه صحيح، يبقى لسه لينا عمر. على جميع الركاب مغادرة القطار فورا. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. ¡Gracias!
مغادرة القطار فورا. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. وبعدين يا رامي العمل. العمل عمل ربنا بك. تمام يا فندم، كل العربيات نزلت ما عدا عربية أربعة يا فندم. يبقى أكيد اللي فيها الهدف. ورامي لسه ما ظهرش يا فندم. سمير أبو الحسن، سمير أبو الحسن، سلم نفسك. المكان كله محاصر. سلم نفسك. ارمي سلاحك وسلم نفسك. سمير أبو الحسن، سمير أبو الحسن، سلم نفسك. ارمي سلاحك وسلم نفسك. سمير أبو الحسن، مفيش داعي للمقاومة. المكان كله محاصر. سلم نفسك. سلم نفسك بقى. لا داعي للمقاومة. يا استاذ المكان كله محاصر. مفيش داعي للمضاحرة بقى. خلاص خلاص خلاص. دايما بيرفزيك يعني. سلم نفسك. رد عليهم يا استاذ رامي. اتفضل انت. فايلك رد عليهم. ارضى باللوبيه بس يا سمير بيه. لهم هنرجع تاني للنهاية الأولانية اللي انت ألفتها. طيارة. المكان الأول. قلت انت دايما تدربزي كده. اسكتي. حاضر يا سمير بيه. سمير أبو الحسن، سلم نفسك. يا بوليس يا شرطي، محدش يضرب، محدش يضرب، محدش يضرب، محدش يضرب. قال يرام ترام. ايه والله العظيم ثلاثة الإرام. رامي أنا العميد عادل، إيه الموقف عندك؟ منيل بستين ايه؟ سمير هنا ومعاه مسدس وملغم القطر ومهددنا بالقتل لو ما نفذناش طلباته. وإيه طلباته؟ عايز عربية كبيرة تنجله على المطار ومعاه الرهائن، وبعدين طيارة تنجله على بر إلى ما يرجع تاني. وإن ما نفذناش هيعمل إيه؟ هنروح كلنا في أبو نكلي. هينزل في القطر. تفتكر الحكاية حقيقي ولا هتبقى زي حكاية البرج وكوبري مبابة؟ يا فندم القنابل لسه معاه ولازم نتخذ كل الاحتياطات. شوقي شوقي. ايوه يا فندم. افصل العربية اللي فيها الهدف عن بقية القطر. افصل العربية. قالوا لك ايه؟ ما قالوش. مالوش ليه؟ مش عارف. مش عارف ليه؟ انت هيعيط حماوته. رامي نعم. قول لهم مفيش وقت. قول لهم فاضل 10 دقايق و55 ثانية بالظبط والقطر هيتقدم. حاول تكسب وقت يا عادل. رامي قشوع، رامي قشوع، قول لسمير ان احنا اتصلنا بالمطار وجاري تجهيز عربية وطيارة، بس المسألة هتاخد شوية وقت. قول له يهدى وما يقلقش، ويا ريت يبطل مفعول القنابل عشان بس ما حدش يتعور. سمعت؟ بطل مفعول القنابل بقى. لا لا ليه بس يا سمير بيه؟ ايه الحكاية هتاخد شوية وقت؟ بطلها ولو ما نفذوش رجعها تاني. قلت لا. ليه بس؟ اصلا اعرف اظبطها ازاي؟ لكن ابطي المفعول هلا فهم؟ فهم؟ ويا ريتني ما فهمت يا اخوي. ايه الاخبار يا عادل؟ لسه يا فندم. حاول تاني، حاول. رامي، رامي قشوع. ارد اقول لهم ايه؟ رد عليهم يا قشوع. اقول لهم ايه يا اخوي؟ رد. حاضر. رد عليا يا رامي. يا بوليس يا شرطي، ما بيعرفش يوقف القطر، هيتنزل بعد 10 دقايق وما بيعرفش يوقف. ما بيعرفش يوقف. ما بيعرفش يوقف. ادي اللي كنت خايف منه. والله يا رامي،
الرهائن، لازم هيكون في خسائر. لازم خطه لانقاذ الرهائن، مفيش وقت يا فندم، مفيش وقت. لو سمحت يا فندم. ايوه يا عبد. انا هعمل محاوله اخيره، لو سمحت تديني دقيقه واحده بس قبل الهجوم. ربنا معاك. ممكن كلمة واحدة بس نتفاهم بالعقل. ايوه نتفاهم بالعقل. عادي بلاش، مفيش عقل. حموتكم كلكم، حموتكم كلكم، حموتكم. يعني هتستفيد ايه لو نسفت القطر؟ لو ما نفذوش طلباتي حموتكم كلكم، حموتكم. بلاش تموت دي، عادي ممكن عليك سناد وفي دقيقة واحدة بس سيبنا ننزل من هنا. محدش يتحرك من هنا، بلاش محدش يتحرك من هنا. البوليس اكيد معاه حد يقدر يبطل القنبله. يعني ممكن اقلب لك سيناريو وتبقى مفيش حد بطل وتحبس وعد حزن. مفيش حد هيتحرك. نعيم الصغير يا هنموت كلنا، هنموت كلنا. محدش هيتحرك من هنا، محدش هيتحرك، كلنا هنموت هنا، كلنا هنموت مع بعض. هنموت هنا. سمير. ايوه. قلت يمكن نسوا فيه، سبتوه.